بسم الله الرحمن الرحيم إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نهضة إن أمد الإسلام كائن ملولي بإضافها عالم كي كجوكتو إن سلام يا إن سلام كدب إن وحنا هاي وريق عبد الله الراجق اللبن إن وحنا هاي إن قف البناء إن سيدا وجدان إن دفع مقبا إن وحكوا على وجهيجا إن شاء الله إن حلي أنكو قد جري إن هو لهيج الشقاء أيا إن أنا جمال وحكوا بناء إن وحاسوا وري إن أسكر أنا كدب أسكرتي إن واحد يسكت ضيعني إن جمعها يلقلان أنا واحد نجيبينا عجبك أنا واحد كده بناي إن سيدا كاميرا دا مركي كاميرا دا يجيبين أنا ويدي صوبت كاميرا دا يكون يجيبين أنا يجمعها يلقلان أنا واحد قلت من قربات كيسة أنا كدب جعنت على يلقلان إن ووجدين واحد لبنادي إذا كم غضا مركي إن جعنت على يلقلان إن سلقة سحوا جايو غضين أي كحيان أنا مركي عن صليقة تجاي إن أو أصلها إن عدالة تكتسوه ليس صليقة إن أو عن لوجيري تليها صليقة إن محمد سياد على عن شاح مركو يمدوا عن كده تليه إن لبعض عن عيدن بسيط عن يسوق الشيء وين يصور إن عن كده هو حي شرعي أنا الهرجي محمد سياد على عن شاح وأنا كسيدا وجهي جوجلي وحن سجاب وشرعي إن عن كوكلا بحنا وحن سيدا عن وجهي جوجلي إن مركي أنا وشجع تلي عن شيح إن ماشان كسوق أي إنه عدالة إنه يقول دقة إن دبكي إن إيجارن أو لقى بصدق أو يقول هاي إنه وات حرنت هاي مركي حتى عدو حرتان أو كلية أو يوصم العي حتى إنه يجوا يحال هذه بس ويجي إنه يحوي إنه ماشي قبلها الوحرة يصلجا إن جارهان قلك قبلها الوحرة مركو قلك جليين إن تنت إذا يقرتي إذا سكو قبتي كتب دربي أيوة ما ضحى يقرأ عود جدا فول كيجا إن كتب إن عن كان إن أنت بدن أسيجا ويجي جارسية كتب حتى إن جركي أنت بدن دعوة عقويا لو شنتي سف إن دعوة بدن عقويا له إن إلى حدنا إن وحو حقيقة بتن إن معنا عرق إن كستو أنا ولي أنا هلين إن حقيقة إن كيسد أنا إيجا لوجهي كيسد أنا وجلي وأسكرتي يسوجر دش إيقدر نايبه أو وجهي جرافيك جارسية أو ولي مقالة نمط أو كجوجو إسلام ركانا أو إن هولي سشق أو جدنا يو أنا جو أهجبر قفدو مرانا هاي إن هوشي ده أنكو جدشرو عندهم بيجلين أو سد أنا جسمي إلا هذا إن واحد تلعب شرعي على جا قاعدين ولي شق يسوه هستو إن تاس آذان وجوههم هاي وحنا إسلها مركي إن لبكانو كجارو إن والجودم قنا يايو مسؤولين تيرشبل رقصي وجسوا جوابين دونان إنك استيدهن وحوا كل قبنينا نوحن كعصنا يا إن معمول كهرشبل إن مذاحديسة إن صليها إن هرشبل بوليسك وحن كعصنا يا إن شذا إن أقول رقصيها بدن إن جواب عن هلا إن اللي جواب إنك يدلمي إن عن جاح أو لبكان أنت بدن إجارسية أنا وحصل عن إيجل وعن جاح هدي عن كسرة عسكرتي وحاول إسلية هاي عسكرتنا عن جاح بقوة صدره إن مركض تميلي إن وكحلنا هاي وحقولها إن بالإقرأ إسكر على نقانيجا كعشنا أنا وحن كعشنا يا مدحونها إن دولة الفدرال الصومالية إن رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية إن حسن علي قيرة إلا بضل قلة برلمان كدولة الفدرال الصومالية دمان هيدها إن وحن كعشنا يا إن دبكيجا إن وادو جدان إنك سدان إيجلن إن شرعي ليجيو وحولي بو أنا جوجو سمين عن شرعي عنكو كلا بحنا إن ساسا كعد صنايع وحنا هيجبر وريا كنا المجالات الجوهر دبنا نوتشجع أو باصبر كقوات وادو جدان وتشجع إن سدو شلا هاي إيمان سدو هاي اسم لهن حتى إلى إن فيرها ولاجها أو حلوان جيفون هاي marka dhamaan in muslimiinta meel weyn way joogtaan waxaan leeyahay oo dhibka ay la qaybsanayso way maadsantihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhamaan intii shalay ka damqatay in xanuunkeyga ay wiliba in wariyaasha inkastoo wariyaasha qaar oo ku sugnaa magaalada Jowhar oo ii dooday oo isla xalay u hanjabay in taliyo canjeex ku yiri sababta dhaqir dhibkeeda Facebook u soo saaraysaan waxay tahay idinkana wad ku jirtaan nin taliye sheeganayo oo dhibkan ii geystay ilaa haddana waxba aan laga qaban oo shaqadiisa ku guda jiro in aniga aad baa ugu xumahay in meel waliba daafaha caalamka joogtaan waxa idin leeyahay in xaqiiqo la soo dhiciyo dawladda federaalka Soomaaliya maamulkeena sharafta leh Hirshabelle waxaan ka codsanayaa mar labaad mar saddexaad mar afraad waxaan leeyahay mas'uuliyiinteeda sharafta leh waadi jeedaan waa dibanahay gabar Soomaaliyeed ahay gabar wadanka u dhalataan ahay gabar magaalada Jowhar ee caalamka in Hirshabelle iyo caalamka oo idil Hirshabelle laga yaqaan ahay ninka sidaan ii galay waa ninaan aqoon ii laho si fiican ii yaqaano xitaa doona aqoon ii laha lahayn xitaa wajiga ahaaleed balse aqoon buu leeyahay waxaan ka codsanayaa dhamaan Hirshabeelle madaxda Hirshabeelle xildhibaanada Hirshabeelle xoohay wasiirada Hirshabeelle waxaan sugayaa waxa idin ka sugaaba oo idin ka sugaaba waa inaan helo cadaaladda hay'adaha u doodo in xuquuqul insaanka iyo waliba ku u doodo dumarka Soomaaliyeed in meel waliba ay joogan waxaan leeyahay in waa dhiban hawadi jeedaan in oo sheeganayo in masuul in isla markaana ilaa hadda ku guda jiro hoolihiisa oo wali aad ii jeedaan in aan dhibanahay ba sidaan ay galay waxa idin ka codsanayaa inaad xaqigii soo dhicisaan meel waliba daafaha caalamka aad ka joogtaan sharciigana la horgeeyo maxamed siyaad cali canjeex waa ninka sida wajigayga u galay waxaan sugaaba waa sharciiga in aan ku kala baxno wuxuu sidaan wajigayga ugu galay